يسعد لي مساكم جميعا وكل عام وانتم بخير. اليوم ثالث نهار العيد، طبعا نحن كنا طالعين على حديقه فيها مثل تسلق الجبال، واحد زد حاله من فوق لتحت، فرايحين نلعب هنيك، ففكرنا انه نعمل تحدي هنيك، واثنين الربحاني رح يزتوا على وش الخسران بيرا. وهلا بدنا نروح على الحديقه. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا سافرنا على تركيا وما منعرف حدا فيها، لا لغة نحن فاهمين، ولعيشتنا مبسوطين، لعيشتنا مبسوطين. صرنا كل واحد ببلاد وضاعت والله لمتنا، صرنا الأهل والرفقات واندفنا بغربتنا، واندفنا كلها دول لسه ما خلصنا، الله بيعلم بحالتنا. يلا وصلنا على حديقة ياشي الوادي، طبعا هي بداية الحديقة ياشي الوادي، تمام؟ ومحل ما بدنا نساوي التحدي هو بعده لقدام. طبعا يا جماعة هلا وصلنا، هون راح يكون التحدي. هلا هون لازم نقطع بالليتات، بس هون شكله مسكر. يلا شكله مسكر؟ لا مو مسكر. شو يلا؟ شو؟ تعي مين يدفع؟ انا الزلمه اللي انت. انت؟ انا الزلمه؟ باكي شو؟ باكي واحد وقف. يعني بدك تمسحي من هلا؟ لا ما بمسحي. انا عم بمسحي في عكيت. تمام. جماعة أول شي وصلنا على غرفة اللباس، لازم نلبس عشان إذا طبينا ما ننكسر. هلا بعرف أنا إذا مسيب إذا طبيت ما بصير لك شيء. والله لا اسبقكم يا جماعة. طبعا هذا التحدي الأول، أول اثنين وصل لفوق هن الربحانين، وآخر واحد ضل تحت هو الخسران، تمام؟ يلا جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة. بعد هيك انا وصلت الاول، مين الثاني؟ يلا 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 مين الثاني؟ الثاني اللي وصل نانو، نانو هي الربحانة. مسيف خسرت. انت اوه ماي جاد، والله طبعا يا جماعه انا صار نقطه لي ونقطه لنانو، مسيف ما له اي شيء. بدنا نرجع نعيدها مره ثانيه نشوف مين بده ياخذ نقاط اكثر. يلا عم سبقتنا. اوه
هلا انا هيك صرت على صفين. ما في شيء الا طالعين. يلا نسيب قبل انا خسرت فصار عندي اثنين نقطتين وعندي انا نقطه وعند ام سيف نقطه. طبعا يا جماعه هلا بدنا نشوف انا من فوق لتحت وهذا التحدي ما بعرف كيف نسويه بس اللي بخاف هو الخسران. ما بخاف انا. اللي بخاف وما بيشلف حاله بسرعه هو الخسران تمام؟ اه يلا. طبعا يا جماعه لازم نطلع لفوق مشان نسد حالنا بس الزلمه مو هون فقالوا لنا ننتظروا دقيقه لبين ما يجي. يلا. وسافرنا على تركيا وما بتعرف حدا فيها ولا لغة نحن فاهمين ولا بعيشتنا مبسوطين ولا بعيشتنا مبسوطين صرنا كل واحد ببلاد وضعت والله لمتنا وخسرنا الأهل والرفقات وندفنا بغربتنا كل حاجة ولسه ما خلصنا الله بيعلم بحالتنا. طبعا يا جماعة مليس هي اللي عم بتصورنا تمام؟ أكيد أهلا تحية مليس. بس هي كمان ما بتطلع على الكاميرا أبدا ولا إنه بتبين على الكاميرا فهي دايما أغلب فيديوهات هي موجودة بتكون فيها على التصوير كواليس. خليني أروح فيها. طبعا يا جماعه هذا بدنا نشوف كان مين يطول هو الخسران بس للاسف عديت الثلاثه سدت حالها وعديت الثلاثه سدت حالها وانا عديت لحالي سدت حالي فبظن انه ما في خسران هون بعد بنحافظ على النتائج نانو 2 مسيف 1 وانا 1 وضل عنا اخر لعبه رح نلعبها ورح يبين مين الخسران ومين الربح ان شاء الله. طبعا يا جماعه هلا البيضه بتقالي هو الربح ما بقلبه هو الخسران جاهزين؟ يلا 1 2 3 ابو ليس الربح عم سيف قلبتها قلبتها لا على الكاميرا على الكاميرا يلا خلي نانو يلا نانو حاولي نانو حاولي هي اخر نتيجه لك يلا عدي ما رح تقلب والله واحد اثنين طبعا يا جماعه النتيجه صارت 2 الي 2 لام سيف و2 لنانو فالنتيجه تعادل هلا تعادل بابا نزلت على بابا هلا اخر تحدي ما بعرف ليش حاسس حالي اني انا رجل اطفاء طبعا يا جماعه هذا اخر تحدي رح نشبه حالنا من فوق عملية انتحارية وهون رح يبين مين ربحان ومين خسران ان شاء الله انا افوز ونسيف تخسر يا رب هلا انا بدي مسيف تخسر صراحه مشان اكبس فيها بيضتين وانت لا صراحه انا عبد للواحد بس قول واحد مجرد ما يقول لي امان نزلي حالي فورا ما تحد تساعدكم يلا خلينا نشوف يلا
ياي بهدلنا. حلوة حلوة يا لا تخافي لا تخافي انزلي انزلي حبودي لا حبودي عادي حبودي ولسه الهلا ما عدا خسرتين يا سيد خالد استنى ننهيها اللعبة ما بعرف لا انو طالي هن الدين خافوا والله ما ينزلوا والله العظيم لا انزلنا لازم ما ننزل ابدا لا لو ما بدنا نشوف الزلمة مالك عم تلو انا بدي اركب عم ركبني لي انا اول شيء ما كنت اسد حالي صراحه يعني كثير عالي علو شيء اربع طوابق ما بس بالكاميرا يمكن مو مبين يا جماعه بالكاميرا مو مبين فقلت اول شيء خلي ام سيف زكي هلا جربت اذا ماتت والله ما لي زكيت حالي اما اذا ما صار لها شيء راح زد بس اتيت حالي هلا جربت اشعر خلينا نشوف غير تحدي نشوف مين ربحان مين خسران ثلاث نقاط ما هي صرنا اربعه لك اربعات ولا ثلاثه اربعات المهم انا اللي بعرفه تعادل خلينا ننهيها باللعبه لازم نلاقي طبعا يا جماعه مثل ما شفتوا للاسف ما في العاب ثانيه نسوي تحديات والنتيجه كانت تعادل فلازم نكسر بيض وجه حلو ما عم اعرف مين وانا خايف اطلع انا طبعا اخر احتمال قدامنا انه رجعنا على البيت راح نسجل اسم نانو وراح نسجل اسم ام سيف وراح نسجل اسمي على ورقه وراح جيب ليس هو اللي بده يسحب الورقه يعني اذا سحب ام سيف انا بدي اضرب بيضة بوجهها ونانو رح تضرب بوجهها اذا طلع اسمي هن اثنين كل واحد بيضة بوجهي اذا طلع اسم نانو احنا اثنين بيضة في وجهها هلا خلينا نكتب الاسماء خمسيف ونانو وانا هاي اول شيء جيبارة تمام هاي جيبارة اتكلم ام سيف انا نانو اتصور ام سيف نانو تمام هيك كتبنا الاسماء بينوا عليكم صح؟ ما بعرف كيف صار الترتيبة بس المهم بينوا هاي الدكتورة راح نسكره تعال يوسف تعال شوف هاي تعال تعال بابا تعال انتهى ماي؟ طبعا هاي الدكتورة تعال وقف هون يلا لوسي وقف هون ليس لا تسحب ان شاء الله ما اطلع انا ان شاء الله ليس ان شاء الله لا يلا يلا خذ وحده انا بدك اختار وحده هيك تعادلنا شو تعادلنا ما بعرف انا في ثلاث اوراق نختار وحده تعال خذ وحده انا بدك تعال بدك موبايل رح تطلع سبايدر مان تعال خذ موبايلي خذ وحده اول شيء يلا تعال نحي وحده انا بدك انا هي اختار وحده خذ وحده انا بدك هاي ولا هاي ولا هاي خوها هاي ثلاثه جنب بعض انا هي ولا هاي ولا هاي خلاص تعطيني يا تاتا ليك طبت بديدو على فكره ليك هاي تمام رضيانين لا تفتحيهم لا تفتحيهم نفتحها قدام الكاميرا قبل ما تعرفوا مين خلي الكاميرا هن اللي يشوفوه تن 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 نانو ياس انا جيبارا خلاص انا لا والله جيبارا انا فكرت انا من جد لكو يا جماعه ها هاي ام سيف وهي نانو جبارة يلا 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 انا بربكم رحينا شغلات تفاهات وتحديات بلنا لحظة يلا هم خلص روحوا على البيت رجعوا على البيت لا لا هاد مو على الجبارة ولو لا ايش عاد شغل اولاد صغار على البيت ما بيت واصحاب ورا قال ايش يا جماعة كلكم شفتوا انه جبارة هو اللي خسر وهو اللي غش بالاخر لا يا سيدي ما خسر بالله هذا تحديات تبع اولاد صغار ما نفذ الحكم نحن اتفقنا على بيضتين اللي خسران رح ياكلن فهو ما رضي فهو ما رضي يا جماعة صعب ياكل بيضتين عادي هاي خسارة وربح الدنيا فيها خسارة لا ما لا يا جماعة لا تقدرين ترجعي تطلع اسمنا لا ما قلت انا قلت لكم ولا بابا ما عرفت غير تختار اسمي اضربك كفا لا ليش اخترت اسمي ليش بحب ابوك سبحان الله في رابط بينك وبينه انت دودو لا هون انتهى الفيديو السلام عليكم وعليكم لا انتهى لا يا جماعة البيض رح ياكلوا رح ياكلوا لا تخافوا يعني اما والله خجل شو ده لا حتى ده بقى تشيل معهم قصير ونجح لا طبعا يا جماعة مشان ما تقولوا انه جيبارة غش ما غش فقررت انه انا اكسر البيضتين مش منين تمام
بس قالكم انا ليش خسرت الصدق، قالكم ليش خسرت، خسرت لانه يمكن من النجاسه اللي كانت موجوده فيني، لانه لو وحده بيناتهم خسرت مو قصد بس اكسر بيضه في وشها، كنت اشيل هيك كف مع بيضه في نص وشها، بس سبحان الله الله وقعني اليه. يلا جيبها، يلا جيبها. واحد يا جماعه ربي يسعدكم، نسيت لكم في كمان بدنا ناخذ فقره اسئله، لانه في كثير عالم بالتعليقات حابه انه نرد على اسئلتها، فراح تكون هي الفقره بقناه مسيف، اذا مو مشترك قناه مسيف رابطه تحت بالتعليقات، تمام، بالوصف وبالتعليقات راح احط لكم اياها، اشتركوا بقناتها مشان عندها ننزل فيديو انه سامعنا. يلا جاهزين؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. بس نعمي حرام معلش. يلا نعمي يلا نوزعها على فقرة مو احسن؟ معلش كسرها بابا. انت بدك كسر راسك لك لسه حابب اسمي ليش؟ عم تضحك عم تضحك. واحد اثنين ثلاثة. يا الزناخة. لا تقربوا لا تقربوا، ما بصير ما بصير ما بصير، رجعوا رجعوا رجعوا. خلاص كافو ليك، كافو كافو خلاص، والله انت كافو.